السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتي. إن شاء الله اليوم وطلبا من أصدقاء عزيزين على قلبي بزاف، ما نقدرش نرد عليهم في وجههم، وإن شاء الله طلبوني أنني غادي ندير لهم أوسوبوكو على ماروكان. إن شاء الله اليوم غادي نحضر لكم هذا الأوسوبوكو اللي هو يعني طبق إيطالي ولكن بلمستي، اللمسة ديالي، يعني ما غاديش ندير شي حاجة اللي هي ما كايناش ولا جديدة ولا غادي نحاول ما أمكن أنني بلاصت لوفان بلون، لأنه هو معروف بلوفان بلون، وراه جميع الأطباق في أوروبا كدير بلوفان بلون. هذه باش تكونوا واضحين، ديك البنة ديال اللي كتكون في الروز، اللي كتكون في اللحم، اللي كتكون في بزاف ديال الحوايج كتكون فيها اللمطه ديال الحموضه، وديك الحموضه كتكون زوينه، ولكن هي راه الحموضه ديال لوفان بلون. ولكن هذا يعني انني ماشي غادي نتنازلوا، لان غادي ما بقاوش نديروا كاع هاد الماكلات لانهم فيهم لوفان بلون. كاين دائما البديل، كاين دائما الالتيرناتيفي، شو سونو سامبلي الالتيرناتيفي كومونك. ان شاء الله انا غادي نديرو باللمسه ديالي، ولكن ماشي شي حاجه اللي غادي نغير، ولا فقط انني عوض ما غادي ندير لوفان غادي ندير الخل. هذا هو الحاجه الوحيده اللي غادي نغير. وبصراحه راه هو كيدار في ايطاليا بعده الطرق، يعني ما عندوش واحد القاعده معينه. كاين في ميلانو كيدار بالروز الاصفر بالزعفران، في بلاصه اخرى كيدار في لي شومبينيون، بلاصه اخرى كيدار بالجبانه. يعني انت كتبقاي كتفنني فيه كيف ما بغيتي انت، وحسب داكشي اللي عندك في الدار. انا اليوم غادي ندير لكم الاوسوبوكو. علاش كنقول له اوسوبوكو؟ الاوسوبوكو لان هذا هو الاوسو بالايطاليه، هذا هو الاوسو يعني العظم، والبوكو هو هذا، ما عرفش بالضبط اشنو هي لابارتي اللي تقريبا لابارتي ديال الرجل، ولكن لابارتي ديال الرجل هو مهم لابارتي ديال الرجل، حيت هذا هو الاوسو، هذا هو اللي كيعطيه البنه، هذا المخ، هذا حنا نقولوا المخ، البلاصه اللي كيكون فيها المخ، هذا هو علاش كيتسمى اوسوبوكو. واخا هو قطعوا لي شويه بزاف الجزار غليظ بصراحه، خصني كان عليا نمشي انا، ماشي مشكله. هذا الشيء علاش كيتسمى الاوسوبوكو. انا اليوم غادي نطيبوا لكم طريقه سهله اقتصاديه وتقليديه في نفس الوقت. الحاجه الاساسيه اللي خاصها تكون راني ديجا انا وجدتها هي البرودو. البرودو هو البلول، البلول اللي غادي نطيب فيه هذا الاوسوبوكو راني ديجا وجدته، يعني سهل سهل سهل، حيت هما كيديروا الكنور، كاين اللي كيدير نيت البرودو ديال اللحم، وكاين اللي كيدير بزاف الكنور، يعني كنور فيجيتال. انا ما كنخدمش بالكنور بالمره، ما كنقربش ليه. ديجا انا وجدت البلول باش غادي مش غادي نروي اللي ممكن غادي نوريه لكم دابا. البرودو اللي قلت لكم دابا هو هذا الماء اللي درت، ولا ما نعرفش كنقولوا ليه حنا في المغرب البلول، حنا كنقولوا ليه في البلول في المغرب عادي. درت فيه الماء، درت الملحه، درت البزيره شويه شويه، خيزو ما كتشوفوا فيه، الكرافس، بصيله، يعني عادي. هذا هو باش غادي نروي الاوسوبوكو ديالنا. ديما خاصو يكون ديما طايب قبل على الاقل بواحد نص ساعه قبل ما تحضروا نتوما، بين ما تقادوا المسائل ديالكم يكون هو واجد. دابا انا راه واجد هذا، يعني ما بقيت غادي نزيد له والو، غادي نطفي عليه دابا، من غادي يكون حاضر غادي نبدا نروي به سيتو. يعني ساهل، راه ماشي شي حاجه اللي كثيره ولا. وهاد البلول الا بقى مثلا غادي نحتفظوا به حتى تيبرد، نحتفظوا به، نقدروا نديروا به الروز، نقدروا نديروا به شي صبان، نقدروا لانه فيه اللحم وفيه في الخضره يعني بنين. ان شاء الله دوزوا معايا الطريقه ديال التحضير. الكرافس ديالنا قطعته على هذا الشكل، هذا ها هو انتما كتشوفوا. في حاله الا فيه لقينا فيه شي خيوطه بحال هكايا نحيدوهم، لان هادو باش ما يديرونجيناش في الماكله. هذا الشيء علاش ان شاء الله دابا غادي نقطعوا كله مربعات صغار. كلها مربعات على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو للطريقه المواليه ديال الاوسوبوكو في لافارين.
بعد ما قطعنا الخضره ديالنا مربعات ان شاء الله دابا غادي ندوزوا للطريقه ديال الاوسوبوكو اللي غادي نديروه في الفارين. ولكن اول حاجه في الاوسوبوكو يعني هذه لا تكنيك باش ما نطيب لينا في المقله ما يتهش بحال مكايا باش يبقى كله يعني كما كنقولوا حنا مشرح ولا ما عرفتش كيفاش كنقولوا ليه. المهم هذه التكنيك خصنا نحيدوا ليها الجلده شويه. هاد الجلدة هادي هي اللي عندنا بها الغرض، خصنا نحاولو نقطعوها. دابا غادي نديرو الدقيق ديالنا هنا، ما نكتروش باش ما يخسرش، من الافضل نزيدو وما نلفوش. غادي نزيدو بهاد الطريقة اللي هي غادي نحيدو كله الدقيق اللي زايد هنايا ونحطوه في الطبسيل ديالنا ونبقاو بهاد العمليه هذه حتى نكملو كل الاوسوبوكو. وبصراحه يعني عطاه ليا شويه غليظ لانني ما مشيتش انا بصراحه يعني ماشي بحال الطاليان تيقرضوه مزيان يعني مسقد. ايوا ما هادشي اللي كاين، ما عندي ما ندير. بركة هاد الجلد هذا ما خاصش يكون كثير لان الاوسوبوكو فيه لدام ديال المخ، يعني غادي نكتفوا بهذا القدر. هذا غنشعلوا العافيه ديالنا. دابا على بركه الله غادي نديروا الاوسوبوكو ديالنا يتحمر. انا قلت لكم ما تقطعوش ليا بزاف لاحقوا وطريقوا. يا بسم الله. من بعد ما دازو واحد 3 دقائق ولا 4 غادي نشوفو هما تحمرو، ملي غادي يديرو لنا الكولور هذا غادي نبدلوهم على الجهة الأخرى. اللي كيستعمل عفاكم هذا النوع ديال المقاليد من الأحسن يستعمل إما الخشب إما البلاستيك، لأنه بصراحة أنا ما كنستعمل في أوسوبوكو هنايا لأن فيه هذا العظم هذا يقدر يكسر ليا المقلة، ولكن هذه اليوم حالة استثنائية. دابا غادي ندوزو على بركة الله باش نخليو نبدلوها لهاد البلاصة هكايا. بطبيعة الحال شوية ديال الملح ماشي بزاف، الأحسن تكون دايما قليلة. البزار نفس الشيء شوية. والثومة غادي نخلط شوية. نحاول ندير الثومة كلها على الشبوكو، اللي ما كيبغيهاش ما يديرهاش، يعني راه ماشي بالضبط ضروري غادي تكون. انا بصراحة كتعجبني شوية ديال الثومة في الطوميلة
دابا غادي ندوز للطريقه اللي العجيبه ديال الخل. دابا غادي ندوزو للخل. هنا غادي نكتفي بهذا القدر، هذا نص كاس ما كاملاش. غادي نغلي، غادي نزيدو في العافيه شويه باش يتبخر. ثم بعد ما دازت واحد 3 دقائق ولا 4 غادي نعاودو ثاني نقلبوهم باش حكايا الخل كله يلحم يتبنى بيه. صراحة انا بهاد شويه كتجيني صعيبه لانه ما قديش نستعمل شي حاجه ديال الشاي ولا الماكس ولا شي حاجه ثقيله اللي تستر لي المخلة. راكو عارفين تنغير على حوايجي. دابا حنا قلبناهم مره اخرى باش الخل باش اللحم كله ياخذ البنه ديال الخل. دابا الطريقه شنو بقى لنا؟ بقالنا سوفريتو اللي هو خبز والكرافس والبصله. سوفريتو كيتسمى بالايطاليه سوفريتو. انا خليتهم شي غلا لان اللحم اصوبو كورليل، كون كان يعني داك الاصوبو كلي رقيق رقيق غادي نخلي حتى هاد الخضره حتى هي تكون رقيقه. واني كثرت شويه بزاف بصراحه لان كتعجبني. اللي ما كيتعجبوش يدير القياس، يدير يعني بحال شي خيزوه ولا نص ديال السيدانو لان بيرسون، ماشي 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 بزاف. حنا كتعجبنا الخضره غادي نديرو الخضره. دابا غادي نغطيو المقله ديالنا وغادي نخليوها طيب واحد 5 دقائق ومن بعد غادي نرجع معكم ان شاء الله. غادي نبقاو نصفيو هذا البرود ديالنا، اللي بغى يصفيه مره وحده يصفيه. انا باش ما نكثرش عليا الماء كنكتفي هكا. العافيه ديالنا هي شتي، يعني ماشي كثيره، ماشي حتى مهيله بحال الشكل ديال الطاجين. غادي ياخذ لينا تقريبا الوقت غير شي ساعه لان هاد الاصبوق كراغليت شويه، ماشي من داك اللي مقطع رقيق. المهم مره غادي نشوف، يعني ممكن ساعه، ممكن ساعه ونص، ممكن حتى اقل. غادي نعاود نغطيه ونتلاقاو ان شاء الله. الصبوق ديالنا هو قريب يطيب، بقات له واحد 10 دقائق بالضبط باش يختار. غادي دابا غادي نزيد عليه شويه العافيه باش يشرب، وغادي نطفي عليه من هنا 10 دقائق غادي يكون واجد. وبقاو معايا ان شاء الله وغادي تشوفوا التقديم النهائي. صافي دابا راه طاب، شوفوا راه غادي كيشوف غادي باش تعرفوا بلي طاب، لان كيقدر يتحيد هذا العظم من اللحم، ولكن حاولوا ما امكن ما نخسروش في الطبق ديال التقديم. والمرقه هي يعني كما كنقولوا ليها عقده، ماشي معركه، عقده يعني بالطليانية كل شي انطراطا، مولتا كل شي انطراطا. الأسوبوكو ديالنا طبعا الشكل ديالو النهائي هو هذا. بصراحه انا خليت خيزو شويه غليظ حيت كيعجبني يبقى شويه خضره باينه. نتوما اللي ما بغاش يخلي الخضره باينه يديرها رقيقه رقيقه بزاف، ولكن اكيد غادي تعجبكم بكل ان هذه الطريقه المغربيه الكلاسيكيه ديالنا، كيعجبنا شويه نغمسو. وهذا هو الطبق ديالي اليوم اللي هديته لجميع لي زونسيان دو ثانويه ليسي بن الوداد.
وجميع الأصدقاء والصديقات، يعني ما بلا ما نقول الأسماء لأنه اللائحة طويلة. إن شاء الله إذا كان ممكن أقدر نكتبهم في الفيديو، لأن هذا فيديو بصراحة particular كنهديه لكل شيء كل شيء كل شيء كل واحد فيكم بصراحة، ونتمنيتكم تكونوا معايا ولكن مرة أخرى إن شاء الله. وبالنسبة للأصول بكر يعني شوية الثمن تاعو غالي، ولكن احنا دابا على يعني قريب العيد الكبير، ان شاء الله ديروا بالطريقة هذه باش تبينوا باش تغيروا شوية، تخرجوا من داك النطاق ديال اللحم البخار واللحم هذا، ونتمنى يعجبكم. وها انتم غادي تشوفوا معايا انه مولتو تينيرو رطب، يعني نبدا معكم يعني بالطري. يعني بصراحه طاب مزيان، واخا كنت كنتظر غادي ياخذ شويه ديال الوقت، لانه هو ديال الصبوك وديال البيتال وديال العجل ماشي ديال الغني. بصحتكم وراحتكم، وخليوا لي التعاليق، وكنهدي حتى للناس اللي متبعين معايا في القناه ديالي، وكنشكرهم حتى هما. غير هذه واحد الحاله، يعني واحد الحاله خاصه اليوم، اما كنهدي للجميع المشاهدين ديالي والمتتبعين ديالي، وان شاء الله جربوا في ديوركم وخليوا لي التعاليق، وشكرا الى فيديو اخر ان شاء الله.